اليوم إن شاء الله راح نبدي بالتربل انتجرالز. أول شيء راح نأخذ التربل انتجرالز over rectangular region أو ما يسمى بالrectangular box، لأنه ما دام عندنا تربل انتجرال يعني معناها عندي فوليوم. فالتكامل من يكون عندي over rectangular region أو rectangular box يعني مثل ما تلاحظون بهذا الشكل، كأنما أنا عندي box صندوق يعني متوازي سطوح مستطيلة أو مثلا متوازي مستطيلات. فطبعا من ناخذ شريحة من هذا البوكس، هاي الشريحة هي عبارة عن مكعب، هذا المكعب المصغر اللي تشوفوه هنا. فأكيد هنا عندي الأضلاع مالته راح تكون عندي dy dx dz، دي واي مكتوب يعني دلتا واي دلتا اكس دلتا زد، واللي هي نفسها دي واي دي اكس دي زد. هنا عندنا اذا كانت عندي الريجن ريكتانجولر فمعناها راح تكون عندي حدود التكامل كلها راح تكون عندي كونستان، مثل ما شفنا بالريكتانجولر ريجن بالدبل انتجرال. فراح تكون عندي حدود الاكس هي من اكس من A إلى B، حدود ال Y مثلا من C إلى D، وحدود ال R هي حدود ال Z مثلا من R إلى S. يعني هاي ال A وال B C وال D وال R وال S مجرد يعني تسميات من عندنا حتى نكتب القانون. فالصيغة العامة للتربل انتجرال مثل ما تلاحظون هنا تربل انتجرال، راح نكامل function ما دام عندي تربل انتجرال، اذا انا راح اكامل function of three variables تعتمد على ثلاث متغيرات مثلا اللي هي مثل ما نشوف هنا الاكس والواي والزد. هنا عندنا الدي في، لاحظنا انه الدي اي بالدبل انتجرال كانت يا اما دي واي دي اكس او دي اكس دي واي. هنا راح نشوف عندنا بالتربل انتجرال راح يكون عندي يسموها 6 order of integration، 6 orders of integration. ليش عندي 6 orders of integration؟ تلاحظون هنا اذا اخذت بالبدايه زد دي زد دي زد فراح يكون عندي وياها يا اما دي واي دي اكس او دي اكس دي واي، هاي صارت اثنين. اذا اخذت الدي واي بالبدايه زين فاما وياها دي زد دي اكس او دي اكس دي زد، هاي صارت أربعة. وإذا أخذت الدي إكس بالبداية فراح يكون عندي يا إما دي واي دي زد أو دي زد دي واي، هاي أيضا اثنين، فصار عندي 6 orders of integration. فمثل ما تلاحظون هنا أنا ماخذ يعني هنا ثلاث حالات. مثلا إذا أخذت دي زد دي واي دي إكس، دي زد مثل ما تلاحظون هنا الأوردر أوف انتجريشن، دي زد دي واي دي إكس، راح يكون عندي حدود الزد من R إلى S، حدود الواي من C إلى D، حدود الإكس من A إلى B. إذا جيت غيرت مثلا أخذت دي واي دي إكس دي زد، أيضا راح أبدي أغير بالحدود، أبدي بالبداية حدود الواي، بعدين حدود الإكس، بعدين حدود الزد. إذا أخذت order of integration مثلا دي إكس دي زد دي واي، فبالبداية راح نبدي حدود الإكس، بعدين حدود الزد، بعدين حدود الواي. طبعا هنا من نبدي بعمليه التكامل، من نكامل بالنسبه لمتغير نعامل المتغيرات الاخرى كثوابت. يعني مثلا بالحاله الاولى اللي هي دي زد دي واي دي اكس، دي زد دي واي دي اكس هاي الحاله الاولى، من اكامل بالنسبه الى زد راح اعامل الواي والاكس معامله الثوابت، اكامل الزد وعوض حدوده يبقى عندي دبل انتجرال دي واي دي اكس، من اكامل الواي اعامل الاكس معامله الثابت، راح اكامل الواي اعوض حدود الواي يبقى عندي سنجل انتجرال، ومثلا هنا عندي المقدار اللي راح يبقى بدلاله اكس، اكامل هذا المقدار بدلاله اكس واعوض حدود الاكس واحصل على الناتج النهائي. طبعا اي اوردر اخذه راح يعطيني نفس الناتج مثل ما اخذنا بالدبل انتجرال، ايضا هاي الفكره راح تتوسع عندي بالتربل انتجرال. بالدبل انتجرال كنا ناخذ مثلا دي واي دي اكس او ناخذ دي اكس دي واي، راح نحصل على
النتيجة نفسها. هنا أيضا بالتربل انتجرال إذا أخذنا أي أوردر من هاي الستة، هاي الست حالات اللي عندنا، راح نوصل إلى نفس النتيجة، نفس ناتج التكامل. خلينا نأخذ مثال توضيحي على يعني تكامل. هنا يقول evaluate the triple integral، عندي هذا triple integral الدالة مالتنا اللي هي x square x y z square. هنا راح نكامل على region، هنا نسميها b، وهاي region هي rectangular box، rectangular box، ونعطيني حدود ال x، حدود ال x ما بين الصفر والواحد، حدود الواي ما بين سالب واحد والاثنين، وحدود الزد ما بين الصفر والثلاثة. هنا طبعا بهاي الحالة يعني هو هنا قايل لي دي في، هنا قال لي دي في، زين يعني معناها بالسؤال ما حددني بالاوردر اللي ياخذه. فهنا طبعا احنا مخيرين انه ناخذ اي اوردر احنا نريده. مثلا على سبيل المثال هنا يعني هذا المثال يعني من المصدر، والمصدر ماخذ دي اكس دي واي دي زد، ماخذ هذا الاوردر، زين. فلذلك تلاحظون حدود الاكس، حدود الاكس من صفر الى واحد، هاي حدود الاكس، انه انا عندي ناطيني الفتره، فتره الاكس هي ما بين الصفر والواحد، حدود الواي من سالب واحد الى اثنين، حدود الزد من صفر الى ثلاثه. فطبعا راح نبدي نكامل، فاحنا راح نكامل بالبدايه الاكس. فتلاحظون هنا الواي والزد سكوير ثوابت نزلناها، تكامل الاكس هو اكس تربيع على 2 مثل ما تلاحظون هنا، تكامل الاكس هو اكس تربيع على 2 من راح نعوض الحدود x يساوي لي صفر، x يساوي لي صفر، و x يساوي لي واحد. طبعا من راح اعوض الواحد راح ينطيني واحد، ومن نعوض الصفر الحد كله يروح صفر، فيبقى عندي فقط y z سكوير على اثنين. طبعا نقدر احنا مثلا هاي الواحد على اثنين نطلعها برا التكامل او نخليها، يعني الخيارين صحيحة. راح نجي نكامل الواي، تلاحظون هنا بقى عندي مقدار فقط بدلالة واي وزد، بقى عندي دبل انتجرال دي واي دي زد، والمقدار الموجود عندي بدلالة واي ان زد. راح اجي اكامل الواي، من اكامل الواي راح اعامل الزد معاملة الثابت، فالزد سكوير راح تنزل. تكامل الواي هو واي سكوير على اثنين، وعندي اثنين بالمقام، فراح يصير عندي واي سكوير على أربعة، وهاي الزد سكوير مثل ما قلنا نزلناها لأنها تعتبر كونستنت. راح أعوض حدود الواي اللي هي من واي من سالب واحد إلى اثنين، وبالنتيجة راح يبقى عندي المقدار اللي هو مثل ما تشوفون ثلاثة زد سكوير على أربعة دي زد، والتكامل من صفر إلى ثلاثة. طبعا هنا عندي تكامل الزد سكوير هو زد تكعيب على ثلاثة، الثلاثة تختصر ويا الثلاثة اللي موجودة عندي بالبسط، راح يبقى عندي زد تكعيب على أربعة، وحدود التكامل من صفر إلى ثلاثة. طبعا راح أعوض الثلاثة راح ينطيني 27 على أربعة ناقص، ومن نعوض الصفر راح ينطيني صفر على أربعة صفر، فبالنتيجة راح يطلع عندي 27 على أربعة. بإمكانكم يعني بإمكان أي طالب ياخذ أي أوردر أوف انتجريشن، أي أوردر أوف انتجريشن، و يعني راح يشوف انه راح يوصل الى نفس النتيجه. وسؤال لحد الان استاذ بهذا الموضوع ماكو الحدود بدلاله الداله تكون داله مثل ما اخذنا بال بلا هو شوي 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 احنا يعني بالبدايه يعني ناخذ انه من تكون عندي الحدود كلها كونستنت، زين، وبعد ذلك وراها راح ناخذ جنرال ريجن مثل الدبل انتجرال. اوكي بعد اخوانا نعم من عوضنا حدود الاكس بالمزه ما ذاكر دي واي دي زد بصفحه عادي مو وين
هو التكامل اللي تكاملنا بالنسبة إلى اكس فنحط بصفحة دي واي دي زد بالمنزل ما موجود دي واي دي زد عادي مو عادي عادي جزء يعني بالكتابة ما موجود مو خليها بس السلبة خطوة قبلها والوراها موجودة لا لا ايه طبعا أنا يعني هاي المحاضرات العام سويناها من صار الدوام الإلكتروني فأكو بين مثلا الأمثلة يعني أخذتها من نفس المصدر يعني اللي كتابته من عند المحاضرات فلذلك هنا راح تشوفون يعني كل شغلات يعني أنا مختصرها وهذا هذا البي دي اف اللي أنا عاد أرضيكم عند المحاضرة هسه همين أدز لكم إياه يعني سأل على بي دي اف نعتمد هي نفس الشيء ما تختلف ها تمام أستاذ أي نعم بس يعني هنا ما أعرف والله يعني احتمال أكو مثلا سؤال إضافي هنا أو ماكو والله ما أتذكر يعني هسه نشيك ونشوف عموما أنا هم راح أدز لكم إياه وأنتم قارنوا وشوفوا إذا مثلا أكو مثال إضافي أو شيء تستفادوا من عنده سهل إن شاء الله إن شاء الله نجي إلى يعني مثل ما قلنا يعني التربل انتجرال بالجنرال ريجن بالريكتانجلر ريجن يعني حدود التكامل كلها عندي كونستانت من تكون عندي حدود التكامل كونستانت يعني نقدر نكامل بأي حالة من الحالات الستة اللي عندنا ونعوض بالحدود ونطلع ناتج التكامل لكن من نجي إلى تربل انتجرال أوفر جنرال ريجن أوفر جنرال ريجن مثلا راح نجي إلى هنا يقول يعني راح نعرف التربل انتجرال على ريجن مثلا هنا راح نسميها اي كتسمية مو فرد يعني شيء زين هنا يقول راح نتبع نفس الصيغة نفس البروسيجر اللي استخدمناه بالدبل انتجرال بس راح نوسعه الى تربل انتجرال هنا راح يكون عندي ثلاث متغيرات اللي هو الزد الاكس والواي والزد فمثلا اذا اخذنا تايب 1 ريجن تايب 1 ريجن هنا يعني القصد انه احنا اذا اخذنا order of integration مثل ما تلاحظون هنا dz dy dx يعني اول شيء احنا بدينا بالزد اخذنا dz بعدين dy dx دائما اول متغير fdb اول متغير fdb تكون حدوده function للمتغيرات الاخرى يعني هنا أنا عندي بدينا مثلا دي زد راح تكون عندي حدود الزد مثل ما تلاحظون بالهاد من يو 1 of x y إلى يو 2 of x y يعني معناها حدود الزد راح تكون عندي function ل x and y طبعا in general ل x and y يعني ممكن مثلا يجينا سؤال مثلا نلقى مثلا حدود الزد فقط function of y أو فقط function of x ممكن هاي الحالة تجيني ممكن مثلا نلقي حد مثلا constant ممكن لكن بصورة عامة يكون عندي حدود الزد هي function of x and y بعد ما أخذنا حدود الزد حدود الزد نجي إلى حدود الواي طبعا هنا لازم شنو مثل ما تلاحظون هنا بهذا الشكل يعني هذا الشكل الثلاثي الأبعاد إحنا لازم شنو نسوي طبعا مثل ما قلت لكم الأشكال الثلاثية الأبعاد حتى بالأمثلة دائما هي للاطلاع حتى نطلع حدود الواي والإكس نحتاج أن نحصل على مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد مثلا هنا مثلا من يبقى عندي دبل انتجرال دي واي دي إكس لازم يكون عندي مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد بالإكس واي اثنين فهنا عندي مثل ما قلنا أخذنا حدود الزد هي function of X and Y نجي حدود الواي شو تكون حدود الواي تكون function of x حدود الواي تكون function of x وآخر شيء حدود الx تكون عندي constant إذا بالتسلسل نبدي الزد حدوده function of x and y الواي حدوده function of x الx تكون حدوده constant نجي مثلا على الحالة الثانية مثلا إذا أخذنا dz dz dy عفوا dz dx dy dz dx dy فبالحالة هاي الزد
حدودة تبقى نفسها هي من U1 إلى U2 وتكون أيضا function of X and Y. لكن هنا احنا راح نكامل الـ X نكامل عندي DX فحدود الـ X لازم شو تكون؟ تكون عندي function of Y وحدود الـ Y تكون عندي constant. إذن هذا التسلسل اللي عندنا. زين هنا مثلا مثل ما تلاحظون من 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 نكامل الزد هاي الحالتين من كاملنا الزد يبقى عندي تكامل بال دي واي دي اكس او دي اكس دي واي. فبالحالتين هنا احتاج مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالاكس واي بلين بالاكس واي بلين. نجي ممكن طبعا هنا يعني حتى يعني حتى بس اوضح لكم انه الدي في الدي في اللي عندنا هي مثلا هنا أنا أخذتها دي زد في دي اي دي زد دي اي وهنا الدي اي ناخذها يا اما دي واي دي اكس دي واي دي اكس او دي اكس دي واي. زين خلينا نجي نشوف هنا هنا الحالة الثانية أنه الدي في الدي في هنا الدي في أخذها دي اكس دي اي وهنا الدي اي راح يكون عندي يا أما دي زد دي واي أو دي واي دي زد. زين فاذا هنا عندي من اكامل الاكس مثل ما تلاحظون هنا هذا التكامل هنا من اكامل الاكس من اكامل الاكس حدود الاكس ايش راح تكون؟ فانكشن للمتغيرات الاخرى. فحدود الاكس راح تكون عندي مثل ما تلاحظون هنا من يو 1 اوف واي زد الى يو 2 اوف واي زد. اذا معناها حدود الاكس هنا راح تكون عندي فانكشن اوف اكس اوف واي اند زد. الدي اي هنا مثل ما ذكرت انا هنا الدي اي هي يا اما دي واي دي زد او دي زد دي واي. اذا معناها هنا بعد ما اكامل الاكس واحصل على دبل انتجرال لازم اخذ مسقط الشكل الثلاثي الابعاد وين؟ بالواي زد بلين بالواي زد بلين. تلاحظون هنا هذا يعني هذا البلون البرتقالي زين يمثل لي مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالبلين اللي احنا نريده. فهنا من اكامل الاكس ويبقى عندي دبل انتجرال دي واي دي زد او دي زد دي واي احتاج الى مسقط الشكل الثلاثي الابعاد وين؟ بالواي زد بلين. الحاله الثالثه هذا كان تايب 2. تايب 3 ريجن ان هنا الدي في راح اخذها دي واي دي اي الدي في راح اخذها دي واي دي اي وهنا طبعا الدي اي راح تكون عندي يا اما دي زد دي اكس دي زد دي اكس او دي اكس دي زد. زين نجي هنا مثلا من اكامل الواي حدود الواي راح تكون عندي فانكشن اوف اكس اند زد. اذا لاحظنا انه دائما اول تكامل اول متغير اكامله تكون عندي حدوده هي function للمتغيرين الآخرين. أبدي مثلا dz حدود الz تكون عندي function of x and y. أبدي dx حدود الx راح تكون عندي function of y and z. أبدي dy حدود الy راح تكون عندي function of x and z. وطبعا يعني نرجع للتايب 2 احنا قلنا بدينا من اخذ مثلا dy dz احنا كاملنا هنا دي اكس كاملنا دي اكس من اخذ دي واي دي زد راح يكون عندي حدود الواي فانكشن اوف زد وحدود الزد تكون عندي كونستانت.
لكن إذا بديت dz dy فراح تكون عندي حدود z function of y وحدود ال y تكون عندي constant. بالنسبة لهاي الحالة إذا كملنا بالنسبة لل y أولا فمثل ما ذكرت حدود ال y راح تكون عندي function of x and z. إذا أخذت dx dz dx dz dx فحدود ال z راح تكون عندي function of x وحدود ال x تكون عندي constant. وإذا أخذت dx dz فراح تكون عندي حدود ال x function of z وحدود ال z تكون عندي constant. هنا نلاحظ أنه dA مالتنا هي إما dz dx أو dx dz. إذا معناها راح أحتاج إلى مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد بال x z plane بال x z plane. إحنا من شرحنا الدبل انتجرال يعني في مثال ذكرنا أنه إحنا شلون نحصل على مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد بأي بلين أريده. مثلا أريد مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد بال XY بلين مثلا أخلي قيمة Z إذا يأما صفر أو إذا أكو عندي قيمة بالسؤال أعوضها. إذا ردت مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد بال XZ بلين أو بال XZ بلين راح أخلي الواي يساوي لي صفر أو إذا أكو قيمة ذاكرها بالسؤال. إذا ردت مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد بال YZ plane راح أخلي قيمة X تساوي لي صفر أو أو إذا بالسؤال كانت أكو قيمة لـ X يعني أعوضها. زين وراح نشوفها هاي بالأمثلة. لحد الآن أكو عندكم سؤال أو استفسار عن هاي الحالات اللي ذكرناها هسه؟ نعم استاذ. هاي استاذ بهاي الحالات استاذ تذكر لنا بالسؤال استاذ دي واي دي اكس دي زت لو احنا من خلال الانسب السؤال نحل استاذ. والله هي يعني من الانسب انت تشوفه. هسه راح نشوف احنا يعني راح بواحد من الامثله راح اشوفك مثلا احنا يعني شلون نختار الاوردر الانسب يعني للحل. تمام استاذ ان شاء الله. خلي ناخذ يعني هذا المثال. يقول evaluate عندي هنا triple integral الدالة مالتنا z dv z dv. وهنا عندنا يقول الE اللي هو solid tetrahedron bounded tetrahedron يعني شكل يعني هرمي شكل هرمي bounded by the four planes x equal to 0 y equal to 0 z equal to 0 و x plus y plus z يساوي لي 1. عندنا هاي المناطق. طبعا هذا مثل ما ذكرت هذا الشكل الثلاثي الأبعاد مرسوم هنا فقط للأطلاع فقط للأطلاع. زين احنا اول شيء مثلا على سبيل المثال خلينا نقول مثلا اذا فكرنا انه ناخذ order of integration مثل ما هنا موجود عندي بالسؤال اللي هو dz dz dy dx. وياي شباب وياك dz dy dx. فاذا اول شيء احتاج حدود الزد حدود الزد. فاول شيء انا عندي زد يساوي لي صفر هذا الحد الاول ومذكور عندي بالسؤال. زين هنا عندي من هاي المعادلة استخرج الحد الثاني لزد. فمن هاي المعادلة أقدر أقول زد يساوي لي 1 ماينس x ماينس y. فإذا أصبحت عندي حدود الزد ما من الصفر إلى 1 ماينس x ماينس y. واضحة هاي شباب؟ واضحة. زين إذا أنا بعد ما حصلت على حدود الزد بعد ما حصلت على حدود الزد أحتاج بعد حدود الواي وحدود الإكس. أجي شو أسوي؟ أرسم مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد بالإكس واي بلين. يعني أنا مو أخذت بالبداية حدود الزد شو بقى عندي؟ بقى عندي الواي والإكس. إذا أخذ مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد بالإكس واي بلين شو أسوي؟ أعوض بدل زد. إيش عندي أنا هنا بالسؤال؟ زد إيش قد يساوي لي؟ زد يساوي لي صفر. صفر. نعم نعم. إذا جيت عوضت زد يساوي لي صفر هنا شوف تلاحظون هنا زين شناش قايل؟ قايل to find the projection of the solid. solid يعني يقصد به الشكل المجسم of the solid in the xy plane c
set z equal to 0 لأنه أنا بالسؤال نعطيني قيمة z تساوي لي 0 لو نعطيني z يساوي لي 1 أيضا أعوض z يساوي لي 1 أي قيمة للz ينطيني إياها بالسؤال أعوضها زين إذن إيش راح يبقى عندي من نعوض z يساوي لي 0 بهاي المعادلة راح يبقى عندي x plus y يساوي لي 1 أو أقدر أقول y يساوي لي 1 minus x زين ال 1 minus x هو معادلة مستقيم أرسمها بكل سهولة أقول عندما x يساوي لي 0 ال y راح يساوي لي 1 وعندما x يساوي لي 1 ال y راح يساوي لي 0 وراح أرسم هذا الخط المستقيم زين اللي هو مثل ما تلاحظون هنا y يساوي لي 1 minus x صح زين انا ايش عندي عندي y يساوي لي 0 اللي هو محور x ايضا معادلته موجوده اذا الان اصبحت حدود ال y منين حدود ال y منين من 0 الى 1 الى 1 ناقص الى 1 ناقص نعم. x نعم لانه انا الى 1 ناقص x نعم زين حدود ال x واضحه من الرسم منين اللي وين من 0 الى 1 صح من صفر إلى واحد صح؟ لذلك هنا تشوفون هنا جاي كاتب كل الحدود حدود الزد حدود الزد اللي هي من صفر إلى 1 minus x minus y فتلاحظون هنا حدود الزد هو شنو؟ function of x and y بعدين حدود الواي حدود الواي من صفر إلى 1 minus x يعني حدود الواي function of x حدود الاكس شو تكون لازم؟ تكون عندي constant وهذا التسلسل هو هذا التسلسل أول متغير عندي أول متغير أكاملة مثلا الزد حدوده لازم تكون عندي function بدلالة المتغيرين الأخرى اللي هو الx والy المتغير البعدة مثلا الy لازم تكون حدوده function of x حدود الx تكون عندي constant زين واضحة شباب هاي شلون طريقة الحل استاد يعني احنا كاملنا الساد حسب الساد الرسم ساد كاملنا حسب الرسم مو ساد حدود الرسم لا لا احنا اوردر احنا اخذنا دي زد دي واي دي اكس احنا اخذنا اوردر لان هو قايل دي دي ما حدد لي فاحنا مثلا اخترنا دي زد دي واي دي اكس وعلى هالاساس بدينا نستنتج الحدود استاذ ساد يعني قصدي الحدود اللي طلعت لنا هي يعني ساد لازم تصير دي دي زد دي واي دي اكس من خلال الحدود استنتجنا الساد لا مو شرط نعم مش احنا اخذنا اوردر وبنينا على اساسه واستنتجنا الحدود هسه اني ورا ما نكمل هذا الحل زين راح مثلا ناخذ غير اوردر زين ونشوف شلون نحصل على حدود استاذ نعم شو طلعت حدود الاكس من الرسم على محور اكس هذا المثلث حد منين لوين من صفر الى واحد نعم استاذ اذا كانت عندك مثلا الرسم مالتك مثلا صارت بالزيت اكس مثلا او بالاكس زيت يعني تعرف اتجاهها يعني بيا صفحه تصير بيا ربع شلون يعني؟ استاذ الرسم يعني مو بالاكس واي يعني بغير اتجاهها مثلا بالاكس هسه اني ما يخالف يعني هسه اني اخذ يعني اوردر اخر نغير ونشوف شلون نحصل على الحدود ما يخالف حتى تكون عندكم واضحه الفكره ماشي؟ ماشي استاذ نعم هسه خلينا نبدي نكامل احنا ايش عندنا عندي زد تلاحظون هنا هذا عندي زد زين شنو تكامل الزد زد سكوير على 2 صح ولا لا زد سكوير صحيح. على 2 حدود الزد منين من زد يساوي لي 0 الى زد يساوي لي 1 ماينس اكس ماينس واي فطبعا من راح اعوض الحدود طبعا هنا عندي 2 بالمقام تلاحظون هنا هو نطلعها برا خارج التكامل فمره نعوض 1 minus x minus y ومره نعوض الصفر فراح يبقى عندي فقط 1 minus x minus y الكل سكوير زين نجي الى نكامل بعد نكامل dy اوكي نكامل dy طبعا هنا انا عندي قوس هنا عندي قوس احنا نعرف حتى نكامل القوس لازم تتوفر عندي مشتقة داخل القوس فطبعا هنا عندي من اجي مشتقة داخل القوس احنا دي نكامل بالنسبة الى واي يعني معناها الواحد مشتقة صفر هذا السالب اكس مشتقة صفر لان احنا نكامل بالنسبة الى واي يعني معناها نعامل الاكس معاملة الثابت
وإذا مشتقة داخل القوس هي السالب، فلذلك راح نوفر هاي السالب، راح نوفر هاي السالب ونقول التكامل هو القوس تكعيب على ثلاثة. زين، وراح نبدي نعوض حدود الواي اللي هي من صفر إلى 1 ماينس x، من صفر إلى 1 ماينس x. طبعا هنا هاي الواحد على ثلاثة راح نطلعها برا، راح يصير عندي ويا الاثنين واحد على ستة، يبقى عندي هنا تكامل من صفر إلى واحد. شوف هنا شو راح نعوض، أنا عندي 1 ماينس x، زين، وراح أعوض بدل الواي ب 1 ماينس x، يعني هنا 1 ماينس x، زين، وماينس بعدين أعوض الصفر، من نعوض الصفر راح يبقى عندي 1 ماينس x، طبعا هذا كله يعني تكعيب، وهذا أيضا عندي تكعيب، هنا راح يبقى عندي dx. زين، طبعا هذا القوس الأول راح يساوي لي صفر، زين، لأنه عندي 1 ماينس x ماينس 1 ماينس x، فراح يبقى يروح عندي صفر. فإذا إيش راح يبقى عندي؟ فقط طبعا هاي السالب عندي ويا هاي السالب، فراح يبقى عندي الواحد على ستة طلعناها برا، يعني هنا طبعا أكو عندنا سالب موجودة، ويا هاي السالب راح يصير موجب، فراح يبقى عندي فقط 1 ماينس x تكعيب dx. فتلاحظون هنا بقى عندي مقدار بدلالة x، وأيضا التكامل عندي dx 1 على 6. أيضا هنا نفس الحالة، أوفر مشتقة داخل القوس اللي هي السالب، اللي هي هاي السالب، لأنه مشتقة داخل القوس هي سالب 1، ويكون عندي القوس أس 4 على 4. طبعا هنا من راح أعوض الواحد، من راح أعوض الواحد راح ينطيني صفر، ومن نعوض الصفر راح ينطيني 1 أس 4 على 4، في واحد يعني راح يبقى عندي 1 على 4، في 1 على 6 راح يكون عندي الناتج 1 على 24. زين، إذا هنا احنا أخذنا order of integration dz dy dx. زين، ما يخالف خلي نعم، احنا خلينا نكتب المعادلات اللي كانت عندنا بالسؤال. x يساوي صفر، y يساوي صفر، وz يساوي صفر، وعندي x plus y plus z يساوي لي واحد. زين، احنا من حلينا اخذنا dz dy dx، اقترحوا لي انتو order of integration وخلينا نحصل على الحدود. استذكركم بالبداية dx او dy، ماشي، ناخذ مثلا dy، dy مثلا dz dx، ماشي ما شباب وياي؟ تمام ماشي تمام. إذن أول شيء إحنا نريد حدود الواي، حدود الواي، فالواي أنا عندي واي يساوي لي صفر، ومن هاي المعادلة هم أقدر أقول واي يساوي لي واحد ناقص إكس ناقص زد، وعندنا واي يساوي لي صفر، إذا أنا حصلت على حدود الواي. ها شباب؟ تمام أستاذ، واضح. صعبة؟ تمام أستاذ. لو ما أخذين dx نفس الشيء، عندي x يساوي لي صفر، ومن هنا أقول x يساوي لي واحد ناقص y ناقص z، صح؟ صحيح صحيح. زين، بعد ما أخذت حدود الواي أريد حدود الزد والإكس، فلازم أخذ مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد، وين؟ بالإكس زد بلين، صح ولا لا؟
اعوض الواي صفر، اعوض الواي يساوي لي صفر، اعوض واي يساوي لي صفر، ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي اكس زائد زد يساوي لي واحد، او من عندها اقدر اقول زد يساوي لي واحد ناقص اكس، ومن اجي ارسم هذا هذا الاكس وهذا الزد، هذا الاكس زد بلين زين. اجي ايضا عندما اكس يساوي لي صفر الزد راح يساوي لي واحد، وعندما اكس يساوي لي واحد الزد راح يساوي لي صفر، اذا راح يكون عندي هذا المثلث، هذا المثلث اللي هو زد يساوي واحد ناقص اكس، وعندي زد يساوي لي صفر، زد يساوي لي صفر اللي هو هذا صح. هنا شباب تتذكرون اني كنت دائما اقول لكم محور اكس معادلته واي يساوي لي صفر، هذا من كنا نحكي اكس واي بلين، بينما هنا احنا اذا نحكي اكس زد بلين، اذا محور اكس معادلته زد يساوي لي صفر. اذا هنا التربل انتجرال اللي عندنا زين اللي هو زد دي واي دي زد دي اكس، حدود الواي من صفر الى واحد ماينس اكس ماينس زد، هذا حدود الواي. حدود الزد من صفر الى واحد ماينس اكس، حدود الاكس من صفر الى واحد. واضحة؟ واضحة. إذن بهالطريقة هاي ممكن أني أخذ أي order of integration وأحل، يعني ما عندنا أي مشكلة، صحيح؟ إن شاء الله أستاذ. إن شاء الله إن شاء الله. خلينا نرجع على محاضرتنا. هنا يعني هذا homework يعني ما مطالبين به، بس اللي يعني إذا الطالب اللي يريد يقرأ ممكن أنه يحل هذا الأوردر أوف إنتجريشن دي إكس دي واي دي زد، ويشوف المفروض يطلع عنده الناتج النهائي 1/24 اللي هي نفس النتيجة اللي حصلنا عليه. زين هنا أريد تركزون وياي شوية على هذا السؤال. هنا يقول evaluate إذن أيضا تربل إنتجرال اللي هو الدالة مالتنا اللي هي جذر x سكوير زائد z سكوير، وأيضا هنا قايل لي dv، والريجن مالتنا الE هو شو يقول؟ يقول الE هي ريجن محددة ما بالبارابوليود، بارابوليود اللي هو y يساوي لي x سكوير زائد z سكوير و y يساوي لي 4، y يساوي لي 4. زين هنا مثلا على سبيل المثال فكرنا انه نحل ناخذ الدي في اللي هي دي زد دي واي دي اكس، على سبيل المثال اخذنا ناخذ هذا الاوردر اوف انتجريشن. زين هنا عندنا حدود الزد، يعني ما دام دي زد دي واي دي اكس، اذا عندي حدود الزد من هاي المعادله، من هاي المعادله اقدر اقول انه زد سكوير تساوي لي واي ماينس اكس سكوير، وبالنتيجه راح يكون عندي الزد راح يساوي لي بلس ماينس تحت الجذر اكس ماينس واي سكوير. اذا معناها حدود الزد من سالب جذر اكس ماينس واي سكوير الى موجب جذر اكس ماينس واي سكوير، هذا بالنسبه لنا حصلنا حدود الزد. طبعا هنا يعني اني كاتبها هنا يعني موجوده بس حتى يعني للتوضيح. زين بعد ما اخذنا حدود الزد، لازم نحصل على مسقط الشكل الثلاثي الابعاد وين؟ بالاكس واي بلين. زين هنا عندي ذكر لي قيمه للزد بالسؤال شباب،
ما ذكرنا حمد. إذا نخليها صفر. نخليها صفر. يعني دائما الحالة الافتراضية يعني مثلا من نريد نحصل على مسقط شكل بأي بلين معين. زين الحالة الافتراضية للمتغير صفر إلا إذا ذكر لي قيمة بالسؤال. فهنا بما أنه ما ذكرنا قيمة زد إذا نحن نأخذها تساوي لي صفر. فإذا أخذت قيمة زد تساوي لي صفر هنا مثل ما تلاحظون هنا زد يساوي لي صفر. فنش راح تبقى عندي واي شو يساوي لي واي يساوي لي اكس كوير والواي يساوي لي اكس كوير هذا الرسمة مصحيح هذا المنحني وعندي واي يساوي لي أربعة هذا يمثل لي خط مستقيم إذا رسمنا الريجن مالتنا بالإكس واي بين إذا هنا حدود الواي منين حدود الواي ما بين الأربعة وما بين واي يساوي لي اكس كوير صح لو لا صحيح استاذ ماشي طبعا هنا مثل ما تلاحظون دنجو وقع يعني هنا من هاي المعادلة منحصل على زد يساوي لي زائد ناقص جذر واي ناقص اكس تربيع واللي هي هاي شو تمثل لي تلاحظون هنا هاي تمثل لي حدود الزد اللي هي من سالب جذر واي ناقص اكس تربيع الى جذر موجب يعني واي ناقص جذر واي ناقص اكس تربيع زين حدود الواي واضحة يعني من الرسم اللي هو الحد الأعلى اللي هو واي يساوي لي أربعة والحد الأسفل اللي هو المنحني واي يساوي لي إكس تربيع زين استاذ نعم استاذ الزيت على أسف تطلب ما صفر ما دام من طاني قيمته أخلي صفر تمام استاذ نعم زين حدود الواي مثل ما قلنا ما بين الأربعة والإكس تربيع تبقى عندي حدود الإكس شلون أحصل على حدود الإكس يا إما من الرسم أطلع نقاط هاي نقاط التقاطع أو أساوي هاي المعادلتين عندي واي يساوي لي أربعة وعندي واي يساوي لي إكس تربيع إذا معناها إكس تربيع يساوي لي أربعة إذا الإكس يساوي لي بلس ماينس اثنين إذا هنا مثل ما تلاحظون حدود الإكس طلعت عندي من ماينس اثنين إلى اثنين. إذا من أخذنا order of integration dz dy dx حدود الزد تلاحظون هنا function of x and y اللي هي من سالب جذر إلى من سالب جذر y minus x square إلى جذر y minus x square حدود ال y function of x تلاحظون هنا عندي function of x وحدود ال x اللي هي constant من سالب 2 إلى 2 لكن هنا لو نجي ننتبه طبعا هاي نحن المفروض يعني ننتبه عليها من البداية بس أني يعني هنا حتى نعم حتى المصدر يعني نعم أنت طلعت هذا إكس تحت الجذر ناقص واي تربيع والمصدر كاتبها واي ناقص إكس تربيع تحت الجذر شلون صارت هاي شلون أستاذ يعني قيمة الزت أستاذ نعم من إلى أستاذ زائد ناقص تحت الجذر واي ناقص اكس تربيع وانت طلعت استاذ اكس ناقص واي تربيع استاذ تحت الجذر شلون صارت لا هاي واي ناقص اكس تربيع استاذ قبل شوي طلعت لنا استاذ اكس ناقص واي تربيع ها نعم بالعكس صحيح نعم واي ماينص اكس تربيع صحيح يعني هنا واي ماشي خلينا نمسح هاي يعني هنا أنا كتبتها بالبداية صح بس بعدين كتبتها بالعكس يعني هنا المفروض يعني y minus x تربيع y minus x تربيع نعم ماشي فهنا ننتبه على شغلة احنا راح نكامل بالنسبة الى زد راح نكامل بالنسبة الى زد بالبداية زين انا عندي جذر اكس تربيع زائد زد تربيع اقدر اكامل هذا الجذر بالنسبة الى زد ما تكامل استاذ المشتقة تحت الجذر ما متوفرة وما الجذر نعم الجذر اعتبره قوس اس نصف ومشتقة داخل القوس ما متوفرة عندي إذا معناها هذا الـ order of integration اللي أخذته صح لو خطأ خطأ نبدل الحدود زين
زين اذا اخذت A دي اكس اذا بديت بدي اكس هم همين نفس المشكلة همين راح يصادفني عندي اكس تربيع داخل هذا ومشتقتها ما موجودة اذا 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 ياهو الاوردر اوف انتجريشن المناسب اللي اخذه دي واي اذا لازم ابدي بالدي واي هنا لازم ابدي بالدي واي فلاحظتوا شلون هنا زين هنا يعني ايضا اكو شغله ثانيه شباب يعني ملاحظه تنتبهون عليها يعني ملاحظة مهمة الشكل الثلاثي الأبعاد ينطيني دائرة ببلين معين يعني المسقط مالته ينطيني دائرة مثلا بالإكس واي بلين ينطيني دائرة بالواي زد بلين ينطيني دائرة بالإكس زد بلين زين دائما المسقط اللي ينطيني به دائرة أخليه بالأخير ليش حتى من 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 أكامل وأحصل على دبل انتجرال وأنا عندي المسقط هو دائرة معناها راح أقدر أحول للبولر زين من أحصل على دبل انتجرال والمسقط عندي دائرة أقدر أحول للبولر وتكون عندي حل التكامل يكون سهل جدا هسه مثل ما راح نشوف خلينا نجي نشوف إذا إحنا اخترنا order of integration order of integration مثل ما شفنا هنا dy مثلا dz dx المهم راح نبدي بالواي زين من نبدي بالواي حدود الواي موجودة عندي الواي عندي من اكس سكوير من يعني عندي اكس سكوير زائد زد سكوير عندي الواي يساوي لي 4 اذا هاي حدود الواي موجودة هاي عندي حدود الواي موجودة عندي الواي هو ما بين الاربعة والاكس تربيع زائد زد تربيع زين هنا احتاج انه احصل على مسقط الشكل الثلاثي الابعاد وين بيابلين يعني من اخذت الواي شبق عندي اكس زد اكس زد اذا احتاج مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالاكس زد بلين عندي قيمة واي لو اعوض صفر عندي واي يساوي لي 4 صح لو لا صحيح نعم عندي واي يساوي لي 4 اذا هنا ما اعوض واي يساوي لي صفر لانه عندي قيمة واي تساوي لي 4 فإذا راح يصير عندي x سكوير زائد z سكوير شو يساوي لي؟ يساوي لي 4 زين هاي مو تمثل لي معادلة دائرة أبو صحيح لا لا معادلة دائرة بس بيا بلين x z بالx z بلين عموما نجي هنا هسه حدود الواي احنا حصلناها أريد حدود الزد أنا عندي هاي المعادلة اللي هي x تربيع زائد z تربيع تساوي لي 4 أقدر أقول أنه Z تربيع تساوي لي 4 ناقص X تربيع وبالنتيجة راح يكون عندي Z يساوي لي بلس ماينس جذر 4 ماينس X سكوير واضحة؟ واضحة شباب؟ واضحة زين نعم حدود الـ X منين راح تكون؟ طبعاً هاي عندي من أجي أرسم هاي الدائرة بالـ X Z بلين طبعاً هاي الدائرة نسقطرها شقد؟ نسقطرها 2 صح لو لا؟ إذا معناها هاي الدائرة راح تقطع محور X عند الاثنين والسالب 2 اللي يتمثل لي حدود الـ X اللي هو من بلس ماينس 2 إذا هسه الآن أصبحت كل الحدود عندي فراح أبدي أكتب التربل انتجرال بأوردر dy dz dx طبعا هاي الدالة مالتنا اللي هي جذر X سكوير زائد Y سكوير نزلتها مثل ما تلاحظون حدود الواي حدود الواي من x سكوير زائد z سكوير الى 4 وتلاحظون ان حدود الواي هي function of x and z حدود الواي هي داله للمتغيرات الاخرى اللي هي الx والz زين حدود الz function of x اللي هو من سالب جذر 4 ماينس x سكوير الى جذر 4 ماينس x سكوير حدود الx راح يكون عندي من ماينس 2 الى 2 دائما احنا بالتربل انتجرال نحو اول يعني اول حد كامله فاني راح اكامل الواي راح اكامل الدي واي شنطيني تكامل الدي واي واي حدود تكامل الدي واي واي حدود الواي منين من اكس سكوير زائد زد سكوير الى 4 وهذا الجذر مالتنا هو نفسه باقي دي زد دي اكس فراح مره اعوض الاربعه وماينس ومرة أعوض الـ X سكوير
زائد زد سكوير، والجذر انزله اللي هو اكس سكوير زائد زد سكوير دي زد دي اكس. زين هنا عندنا نلاحظ انه ما دام عندي مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالاكس زد بلين ينطيني دائره، هنا احول للبولر. تلاحظون ان هذا التكامل هم يعني يراد له طرق التكامل اللي هي طريقه التراغونومتريك سبستيتيوشن اللي اخذتوها بالمرحله الاولى. وطبعا راح يصير عندي يعني طبعا انا لازم يعني هذا الجذر احوله الى قوس اس نصف وبعدين اضرب بهذا القوس، فيعني عمليه التكامل هنا يعني مو سهله مطوله وتحتاج الى طريقه من طرق التكامل اللي ماخذيها بالاول. لكن اذا حولنا للبولر زين هسه نجي نشوف هنا حولنا لل طبعا هنا تنتبهون شباب يعني احنا مو بس بالاكس واي بلين نقدر نحول للبولر، لا باي بلين اني اقدر احول للبولر. خلي اوضح لكم شغله قبل ما نبدي. احنا قبل مثلا من كنا ناخذ مثلا بالاكس واي بلين، بالاكس واي بلين وهنا عندي نقطه زين، هنا راح يصير عندي هذا اكس وهذا واي، كنا نقول الاكس يساوي لي ار كوساين ثيتا والواي ار ساين ثيتا. طبعا الثيتا هاي هي هاي الزاويه، واكس سكوير زائد واي سكوير شو يساوي لي؟ يساوي لي ار سكوير. اذا هنا دائما المحور الافقي ياخذ ار كوساين ثيتا، المحور العمودي ياخذ ار ساين ثيتا. زين انا اذا اخذت الاكس الاكس زد بلين وهنا عندي نقطة، هاي النقطة راح تنطيني هنا اكس وهنا زد لانه المحور العمودي صار عندي زد. اذا هنا الاكس ايش راح يكون عندي؟ ار لا الاكس ايضا محور افقي، لا لا اقصد لك الزد كوساين ثيتا. نعم اذا راح يبقى عندي ار كوساين ثيتا، الزد راح ياخذ ار ساين ثيتا، ار ساين ثيتا لانه هو المحور العمودي، واكس سكوير زائد زد سكوير تساوي لي ار سكوير. زين اذا اخذت الواي زد بلين، بالواي زد بلين اخذت نقطه بالواي زد بلين صح، اذا هاي راح تنطيني واي بزد. اذا هسه الواي هنا اصبح محور افقي مو صحيح؟ ايش راح ياخذ الواي؟ ار كوساين ثيتا، ار كوساين ثيتا. ما دام صار محور افقي، المحور الافقي دائما ياخذ الكوساين، المحور العمودي ياخذ الساين، والزد راح يساوي لي ار ساين ثيتا، وواي سكوير زائد زد سكوير راح يساوي لي ار سكوير. اذا معناها انه احنا مو فقط بالاكس واي بلين نقدر نحول للبولر، وانما باي بلين اقدر احول للبولر، اعرف من هو المحور الافقي من هو المحور العمودي وابدي. زين اذا هنا عندي شو يقول هنا؟ يقول it is easier to convert، يعني يقول من الاسهل انه نحول الى البولر كوردينيت، نحول الى البولر كوردينيت. هنا شوف هنا شو يقول؟ يقول الاكس هو ار كوساين ثيتا، الاكس ار كوساين ثيتا، الزد هو ار ساين ثيتا، وار سكوير راح تساوي لي اكس سكوير زائد زد سكوير. اذا هذا التكامل اللي حصلنا عليه، هذا الدبل انتجرال اللي حصلنا عليه اللي هو بدلاله اكس اند زد، تلاحظون هنا راح ابدي احول للبولر. طبعا هنا عندي هاي الاربعه الاكس سكوير زائد زد سكوير تساوي لي ار سكوير. زين جذر اكس سكوير زائد زد سكوير ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني ار دي زد دي اكس. ايش راح تنطيني؟ راح تنطيني ار دي ار دي ثيتا. ها شباب واضح التحويل؟ تمام استاذ واضح. زين هنا عندي ما دام زين هنا عندي دائره، قلنا احنا مسقط الشكل ثلاثي الابعاد هو ينطيني دائره نص قطرها 2، اذا حدود الار راح تكون عندي من 0 الى 2. زين هنا عندي بما انه عندي دائره كامله اذا حدود الثيتا مين راح تكون عندي؟ من 0 الى 2 باي، من 0 الى
اثنين باي. هنا يعني تلاحظون هنا مجزئ التكاملين، يعني مسويها حاصل ضرب تكامل في تكامل. زين ليش؟ لانه هنا هاي الحاله يمكن نقدر نسويها فقط اذا كانت عندي المقدار اللي موجود عندي اللي اريد اكامله هو فقط بدلاله ار. زين وحدود الار ايضا هنا عندي كونستنت، فاقدر اجزئ هاي التجزئه. زين فاقدر اقول تكامل من 0 الى 2 باي للدي ثيتا، وتكامل من 0 الى 2 طبعا هنا راح ار في ار ار تربيع، وادخلها على القوس راح يصير عندي 4 ار تربيع ناقص ار اس 4 دي ار. هذا التكامل، هذا التكامل تكامل الدي ثيتا اذا كان دائما من 0 الى مثلا حد هنا 2 باي دائما يعطيني الحد الاعلى، واذا كان عندي مو صفر فدائما حاصل طرحهم. فمثلا لو كان هذا التكامل من باي الى 2 باي كان ينطيني 2 باي ناقص باي. زين بس هنا راح ينطيني 2 باي ناقص صفر فراح ينطيني 2 باي، وهنا ايضا راح اكامل الار الاربعة ار تربيع راح تنطيني 4 ار تكعيب على 3، والار اس 4 هي ار اس 5 على 5، ومن راح اعوض بالحدود راح احصل على هذا هو الناتج النهائي. فتلاحظون هنا يعني هذا التكامل، يعني هذا التكامل اللي هذا التكامل التكامل مو سهل حل بالكارتيزيان كوردينيت، يعني حل يعني ياخذ وقت وجهد واحتماليه الخطا عاليه، لكن من حولنا للبولر شفتوا حلينا التكامل كله بخطوتين، حلينا التكامل بخطوتين. واضحه الفكره شباب؟ تمام استاذ واضح. نعم استاذ واضح. استاذ استخدمنا حدود الاكس دائما، يعني دائما شباب انت تنتبهون على شغله انه من المعادله من المعادلات اللي عندنا اللي هي ما يعني الريجن. زين انتبه هل انه اكو عندي يعني احصل على مسقط للشكل الثلاثي الابعاد ببلين معين دائره من موجوده هاي الحاله دائما اخلي ببالي انه احول للبولر كوردينيت حتى احل التكامل بسهوله وبسرعه. نعم شباب اكو اسئله عندكم؟ واحد نعم مع عبد الوهاب. من استخراج نسب حدود الاكس عوضنا الواي 4 والزد 0 من من هنا قصدك؟ ايش هذا؟ لا هو احنا مو عندنا المعادله، هي مو عندنا هنا المعادله هي اكس تربيع زائد زد تربيع يساوي لي 4. نعم استاذ. زين نقاط التقاطع مع محور اكس يعني زد يساوي لي 0، اذا راح يبقى عندي اكس تربيع يساوي لي 4، اذا الاكس يساوي لي بلس ماينس 2 صح؟ تمام استاذ. لانه حدود الاكس ما دام على محور اكس يعني معناها تقاطع المنحني مع محور اكس، تقاطع المنحني مع محور اكس يعني معناها المحور الاخر او المتغير الاخر لازم يساوي لي صفر. نعم استاذ تمام. نعم بعد استاذ. نعم استاذ هنا بس سؤال، تحدد لنا بالبولر استاذ مو استاذ؟ يعني لو ما تحدد من معادله الدائره مو شرط يعني انت يعني انت المفروض تستنتجها. قلت لك اني ما دام مسقط الشكل الثلاثي الابعاد ينطيني دائره نحول للبولر، لانه التكامل اللي راح نحصل عليه بالبولر تكامل سهل جدا وحله، لا يتطلب جهد ولا يتطلب وقت ولا يتطلب من عندي طرق تكامل. زين زين استاذ من البدء احنا من البدايه عندنا معادله دائره، ليش ما حولنا من البدايه صار؟ نعم انا وياك بس وين يعني معادله دائره؟ لا من بدايه السؤال اسمح لي يعني انت تحول للبولر من تحصل على دبل انتجرال، انت بالبدايه عندك تربل انتجرال، كتبنا حدود التكامل، تكامل متغير مثلا اول متغير مثلا احنا كاملنا مثلا الواي. زين كاملنا الواي وياي، من كاملنا الواي وعوضنا بالحدود حصلنا على دبل انتجرال، لانه اني البولر من احول للبولر احول بالتربل انتجرال لو بالدبل انتجرال؟ بالدبل.
بالدبل يعني ساد بس بالدبل نحول بالبولر. نعم بالليت. نعم نعم زين من طبعا هنا يعني شباب طبعا هي يعني احنا من احنا احنا من عندي من نحول دبل انتجرال للبولر وعندي بعد كاملته يعني معناها احنا بالسلندريكال كوردينيت بس احنا يعني ما يعني ما راح ما نذكرها زين اكيد مرت عليكم بالمجالات دي زد دي ار دي ثيتا هذا سلندريكال كوردينيت. نعم استاذ صح ولا لا؟ مو صحيح؟ صحيح ماشي؟ فقصدي احنا من نكامل بعد زين ويبقى عندي البعدين احولها للبولار كوردينيت كانما انا قاعد احول التكامل الى سلندريكال كوردينيت. جاي؟ فاحنا احنا ما نريد يعني ندخل بهالتفاصيل هاي، احنا نكامل بعد ونحصل على دبل انتجرال، هذا الدبل انتجرال نحوله للبولار كوردينيت ونحله. زين سؤال سؤال ليش ما ليش ما حولنا من من كانت عندي دي زد دي واي دي اكس حولنا للبولار ليش ما حولنا؟ تاد لان مو دبل الانتجرال لا لا ما يخالف يعني قصدي مثلا هنا يعني حتى لو قدرنا نكامل الزد على فرض انه قدرنا نكامل الزد هنا عندي مسقط الشكل الثلاثي الابعاد مو دائره صح لو لا بالاكس واي بلين مسقط الشكل الثلاثي مو دائره فلذلك هنا حتى تحولنا للبولر يعني احتمال التكامل بعد انه بيتعقد اكثر لكن من ينطيني مسقط الشكل الثلاثي الابعاد دائره ببلين معين هو هذا اللي يعتمد عليه حتى من احول للبولر حدود التكامل حدود التكامل تكون عندي حدود الار وحدود الثيتا تكون عندي كونستنت زين تكون عندي حدود الار وحدود الثيتا كونستنت تذكرون بالبولر مثل من حولنا ذكرت لكم ملاحظه انه من يكون عندي الريجن مالتنا دائره او جزء من دائره تكون عندي حدود الار هي دائما كونستنت احنا حدود الثيتا بالبولر دائما كونستنت لكن عندي مشكله حدود الار مرات اذا كان الشكل الريجن مو دائرة راح يكون عندي حدود الـ R function of theta وبهالحالة هاي مثلا احتمال التكامل بدل ما احنا نجي نسهله يجوز نعقده بعد اكثر زين فلذلك هنا نشوف وين يكون عندي مسقط الشكل الثلاثي الابعاد دائرة بيا بلين مثلا خلي حتى نوضحها اكثر مثلا عندي مسقط الشكل الثلاثي الابعاد ينطيني دائرة بالـ XY بلين اول ما اكامل الـ Z حتى يبقى عندي دي واي دي اكس احول للبولر اذا كان مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالاكس زد بلين اول ما اكامل الواي زين حتى يبقى عندي دي اكس دي زد دي اكس او دي اكس دي زد احول للبولر اذا كان مسقط الشكل الثلاثي الابعاد ينطيني دائره بالواي زد بلين اول ما ابدي بالاكس ابدي بالدي اكس وبعدين احول الى البولر واضحه الفكره شباب صار نعم بالنسبه للتكامل اول ما بدينا بالنسبه الى دي واي نعم. صارت حدود التكامل من اكس تربيع زائد زد تربيع الى الاربعه هي المعادله هيك عندنا هو ناطيني واي تساوي لي اكس تربيع زائد واي زد تربيع وعندي واي يساوي أربعة هي السؤال موجوده شلون عرفنا انه الاكس تربيع زائد واي تربيع اكبر من الاربعه وخلينا عليه جواب لا اقل من الاربعه شلون صارت انا اقول لك هنا انت عندك الواي الواي يساوي لي 4 وعندك واي يساوي لي اكس تربيع زائد زد تربيع اذا اخذت اكس تربيع اذا اخذت الاكس صفر والزد صفر ايش قد يطلع عندك الواي صفر يساوي لك صفر صح ولا لا فاذا معناها انت عندك الحد الاعلى هو المفروض الأربعة يكون تمام استاذ واضح مشكور نعم بعد زين استاذ هذا السؤال مال قحطان استاذ مو عبن على مود الاربعه يعني فوق خلينا سكشن من الصفر صعدنا للاعلى وصلنا لفوق هو الحدود هيك تصير مو استاذ انت هو انت تقدر يا اما تستنتجها من الرسم او تستنتجها بالتعويض نعم ممكن انت مباشره تستنتجها من الرسم لانه هنا شوف هسه مثلا هنا عندك بهذا الشكل الثلاثي الابعاد واضح انه الاربعه هي اكبر شيء من الاكس تربيع زائد واي تربيع زين ومن رسمنا هنا عندنا
بال يعني بال بالاكس واي بلين ايضا الاربعه كانت اكبر من الواي يساوي لي اكس سالب، فايضا هذا نقدر نستنتج من هاي الحاله. واضحه؟ تمام صد واضحه. نعم عيني قول. طيب يعني شلون نسقط ثلاثي الابعاد؟ ما درت امالي مسقط شكل الثلاثي الابعاد ببلين معين. يعني شلون اخذه؟ ما ادري. عوض، احنا ما احنا احنا ايش سوينا؟ مثلا من ردنا مسقط ما يخالف عادي، من نريد مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالاكس واي بلين، عوض زد يساوي صفر، تطلع عندك المعادله وترسمها. يعني هسه مثلا هنا احنا مثلا هنا عندنا مثلا من كانت عندي المعادله اللي هي الواي تربيع تساوي لي اكس تربيع زائد زد تربيع، من ردنا مسقط الشكل الثلاثي الابعاد زين، هذا المسقط بالاكس واي بلين زين، اخذنا زد يساوي لي صفر. ليش؟ لانه السؤال ما ذاكر لي قيمه لزد، فاخذنا عوضنا زد يساوي صفر زين، مثل وين هنا عوضنا زد يساوي لي صفر، ف حصلنا على y تساوي لي x تربيع. يعني انت مثلا هاي المعادله اللي هي y تساوي لي x تربيع زائد z تربيع، من عوضت z يساوي لي صفر ايش راح يبقى عندك؟ راح يبقى عندك y يساوي لي x تربيع اللي هو مثلا اللي هو هذا الرسم، هذا الرسم ال y يساوي لي x تربيع، وعندنا y يساوي لي 4 مثل هذا الخط المستقيم للاعلى، فحصلنا على مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالx y بلين. استاذ يعني ناخذه بس الـ بس خلينا نقول الرمز اللي ما بيه رقم الصفره غير استاذ ولا شلون؟ مو شرط يعني انت اي يعني هسه مثلا اي بلين تريده صفر المتغير الاخر مثلا تريد او حقيقه مو صفر اذا لا شوف هنا مثلا من جينا ردنا مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالاكس زد بلين، ما عوضنا واي يساوي لي صفر وانما عوضنا واي يساوي لي 4. ليش؟ لانه اكو عندي بالسؤال ناطيني قيمه للواي يساوي لي 4، فقصدي احنا اذا كان بالسؤال ناطيني قيمه للمتغير اعوضها، واذا ما ناطيني اعوض صفر. تمام استاذ، بس ناخذ المتغير يعني استاذ. احنا باي اي اي يعني الشكل الثلاثي الابعاد الا ثلاث مساقط، انتم درستوا رسم هندسي صح ولا لا؟ استاذ صح؟ إيه. اخذتوا التوب فيو والفرونت فيو والسايد فيو. السايد فيو صح ولا لا؟ زين، فاحنا يعني نعم يعني حسب البلين مالتنا اللي هو الاكس والواي والزد، التوب فيو يعني من انظر من الزد، يعني كانما اباوع عليه من فوق حتى ينطيني الاكس واي بلين. زين، الفرونت فيو اباوع عليه من الاكس اباوع عليه حتى ينطيني الواي زد بلين. زين، السايد فيو من انظر من الواي حتى ينطيني الاكس زد بلين. زين، فاحنا نعوض مثلا اني اريد مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالاكس واي بلين، لازم اعوض بدل الزد، يا اما اعوض صفر او اعوض اذا قيمه اذا كانت معطاه بالسؤال، وهكذا بالنسبه لبقيه المتغيرات. تمام استاذ، ان شاء الله. شكرا، حياك الله. زين، نجي الى هذا المثال. هنا يقول يريدنا عندي تكامل تربل انتجرال دي في، يريدنا نكتب هذا التكامل in all six order of integration، يريدنا ناخذ كل الاوردر اوف انتجريشن. زين، ستة، يعني لازم اكتب ست تكاملات، وهنا طبعا ما اريد الحل، اريد فقط استنتج حدود التكامل، فقط استنتج حدود التكامل. هنا شو يقول؟ يقول الريجن اللي هي الاي، ها الريجن مالتنا نسميها اي، هي المنطقة المحددة بالبارابوليود واي يساوي لي 4 ماينس اكس سكوير ماينس 4 زد سكوير، اند the x z plane يعني والواي يساوي لي صفر، واي يساوي لي صفر. زين، فاحنا اول شيء اذا اخذنا order of integration الدي في، اخذنا دي زد دي اي. زين، وهنا الدي اي
راح يكون عندي يا اما دي واي دي اكس او دي اكس دي واي. فاول شيء اريد حدود الزد، اول شيء اريد حدود الزد، راح اروح على المعادله ارتبها. تلاحظون هنا المعادله رتبتها، نقلت بحيث خليت الزد الطرف، يعني صار عندي 4 زد سكوير ناقص 4. نعم استاذ، ما تكتب لنا على السبوره اذا بيها مجالس؟ والله الكتابه على السبوره مزعجه بالماوس. استاذ بس الرسم، بس الرسم صوت تستنتج، استاذ البقيه تحلل ارجع للاستاذ. ما يخالف، خلي اكتب المعادله مالتنا اللي هي واي تساوي لي 4 ماينس اكس سكوير ماينس 4 زد سكوير، وعدنا المعادله الثانيه اللي ناطين اياها اللي هو واي يساوي لي 0. فهنا احنا مثلا اذا بدينا يعني دي زد، يعني بالبدايه اخذنا دي زد وبعدين الدي اي اللي هي يا اما دي واي دي اكس او دي اكس دي واي، فاحتاج حدود الزد. حدود الزد هنا راح انقل الاربعه سالب 4 زد للطرف والواي انقله، فراح يصير عندي 4 زد سكوير راح تساوي لي 4 ماينس اكس سكوير ماينس واي. زين اذا زد، يعني الزد ايش راح يساوي لي؟ او زد سكوير راح اقسمها على 4 صح حتى احصل على زد سكوير، واجذر المعادله فراح ينطيني الزد راح يساوي لي بلس ماينس تحت الجذر 1 ماينس اكس سكوير على 4 مثلا اذا جزئنا ناقص واي على 4. ما اعرف انا شلون كاتبها هنا، نفس الشيء. زين هنا اذا الزد راح يساوي لي بلس ماينس هذا الجذر، واضحه؟ واضحه استاذ، واضحه. زين بعد ما اخذت الزد، بعد ما اخذت الزد احتاج حدود الواي والاكس، احتاج حدود الواي والاكس. اذا معناها لازم ارسم مسقط الشكل الثلاثي الابعاد وين؟ بالاكس واي بلين. هنا عندي ذكر لي قيمه للزد، ما ذكر لي. اذا راح اخذ زد يساوي لي صفر، من راح اعوض زد يساوي لي صفر ايش راح يبقى عندي؟ زين راح يبقى عندي واي يساوي لي 4 ماينس اكس سكوير، واي يساوي لي 4 ماينس اكس سكوير. دائما هذا الاكس سكوير من يكون ماينس يعني معناها يكون يعني بالعكس مقلوب. زين 4 ماينس، هنا تلاحظون اذا ردت ارسم الواي يساوي لي 4 ماينس اكس سكوير، عندما اكس يساوي لي صفر الواي راح يساوي لي 4 راح ينطيني نقطه هنا. زين عندما اكس يساوي لي 2 الواي راح يساوي لي صفر، عندما اكس سالب 2 الواي يساوي لي صفر. فاذا عندي هاي 4 نقاط فراح ارسم هذا المنحني. زين اذا اريد حدود الواي، حدود الواي انا عندي واي يساوي لي صفر، عندي هنا واي يساوي لي صفر. زين وايضا نعطيني اياه بالسؤال، وعندي واي يساوي لي 4 ماينس اكس سكوير. اذا حدود الواي حصلنا عليها. حدود الاكس، حدود الاكس زين اما من الرسم واضحه اللي هي من ماينس 2 الى 2، او حدود الاكس اللي هو عندما واي يساوي لي صفر، يعني اكس تربيع يساوي لي 4، اذا اكس راح يساوي لي بلس ماينس 2. فاذا هنا تلاحظون الحاله الاولى انه الواي راح تكون حدوده من صفر الى 4 ماينس اكس سكوير، وحدود الاكس حدود الاكس عندما واي يساوي لي صفر احصل على حدود الاكس اللي راح تكون عندي من سالب 2 الى 2، فراح يكون عندي التكامل مثل ما تلاحظون هنا. حدود الزد احنا حدود الزد اخذناها من سالب جذر الى موجب جذر. حدود، وطبعا تلاحظون ان حدود الزد هي فانكشن اوف اكس اند واي. حدود الواي من صفر مثل ما تلاحظون هنا بالرسم، مثل هنا هذا صفر وهذا المنحني اللي هو 4 ماينس اكس سكوير. فاذا حدود الواي من واي يساوي لي صفر الى 4 ماينس اكس سكوير. حدود الاكس راح تكون عندي كونستنت اللي هي من اكس يساوي لي سالب 2 الى اكس يساوي لي 2. زين اذا ردنا الحاله الثانيه اللي هي تلاحظون هنا اخذت اني هنا اوردر اوف انتجريشن دي زد دي واي دي اكس.
إذا أخذت دي زد دي إكس دي واي. زين الزد ثابت حدوده ما تغيرت حدود الزد يعني ثابتة اللي هي من سالب جذر إلى موجب جذر نفسه، لكن هنا عندي حدود الإكس، حدود الإكس لازم تكون عندي function of y. هنا كانت عندي dy dx كانت حدود ال y function of x، حدود ال x constant بالحالة الأولى اللي هي ال a. هنا عندي بالحالة الثانية ال b لازم يكون عندي حدود ال x هي function of y. فأنا عندي المعادلة اللي هي هاي المعادلة اللي هي y تساوي لي 4 ناقص x سكوير. أقدر أقول أنه ال x ال x سكوير تساوي لي 4 ماينس y والx يساوي لي بلس ماينس تحت الجذر 4 ماينس y. إذا هنا تلاحظون حدود الx صارت عندي من سالب جذر 4 ماينس y إلى جذر 4 ماينس y. حدود الy واضحة من الرسم من 0 إلى 4، أو أقدر أخلي الx يساوي لي 0 هنا بهاي المعادلة. عندما x يساوي لي 0 الy راح يساوي لي 4، فراح يكون عندي حدود الy من 0 إلى 4. زين نجي إلى الحالة الثانية، إذا أخذت dv dx، زين هنا أخذت dv dx dA، حدود dv dx dA. طبعا هنا حدود dA راح يكون يما dy dx أو dz dy أو dy ديزة. هنا أرجع وين؟ أرجع للمعادلة الأصلية مالتنا، أخذ الـ x يساوي لي 4 ماينس y ماينس 4 زد سكوير. إذن الـ x راح يساوي لي بلس ماينس جذر 4 ماينس y ماينس 4 زد سكوير. بعد ما أخذت حدود الـ x أحتاج أن أحصل على مسقط الشكل الثلاثي الأبعاد وين؟ بالـ y زد بلين، بالـ y زد بلين. أخلي الـ x يساوي لي 0 لأنه بالسؤال ما ذكر لي قيمة للـ x، إذن أخلي x يساوي لي 0، فراح يبقى عندي، تلاحظون أنا عندي هاي المعادلة x سكوير يساوي لي 4 ماينس y ماينس 4 z سكوير. إذا خليت x يساوي لي 0 راح المعادلة تصير عندي 4 ماينس y ماينس 4 z سكوير. وهاي المعادلة أقدر أقول y يساوي لي يعني هنا أقدر أقول y يساوي أربعة ماينس ماينس أربعة z سكوير، ويكون عندي رسمها أيضا بالشكل اللي تشوفونه هنا موضح بالرسم. فهنا بعد ما حصلت على حدود الـ x أحتاج إذا أخذت هنا order of integration dx dz dx dz dy، فحدود الـ x إحنا حصلناها من سالب جذر إلى موجب جذر مثل ما تلاحظون هنا. أحتاج حدود الـ z من هاي المعادلة، من هاي المعادلة اللي هي y تساوي لي 4 ماينس 4 z سكوير. أقدر أقول أحصل على z يساوي، زين هنا عندي طبعا راح انقل الاربعة السالب 4 زد سكوير انقلها وانقل الواي وبعدين اقسم على 4 فاحصل على زد سكوير، والزد سكوير راح اجذره مثل ما تلاحظون هنا. شوف هنا حصلت على انه زد سكوير يساوي لي 1 ناقص واي على 4. اذا الزد راح يساوي لي من سالب جذر الى موجب جذر واي ماينس y 1 ناقص y على 4. ايضا حدود الواي اقدر احصلها، اخلي الزد يساوي لي 0 فراح يكون عندي حدود الواي من 0 الى 4 مثل ما تلاحظون هنا. اذا هنا كان عندي حدود الاكس هي function of y and z، حدود الزد function of y، وحدود الواي راح تكون عندي constant. اذا اخذت order of integration dx dy dz، حدود الاكس هنا طبعا ما راح تختلف، راح تبقى عندي نفسها. حدود الواي راح يكون عندي من واي يساوي لي 0 الى واي يساوي لي 4 ناقص 4 زد سكوير. حدود الزد، حدود الزد شلون احصلها؟ طبعا هنا حدود الزد راح يكون عندي من سالب 1
الى واحد. طبعا هنا عندي هاي قيمه اللي هو الواي يساوي لي 4. حدود الزد عندما واي يساوي لي صفر من هاي المعادله, من هاي المعادله عندما واي يساوي لي صفر راح يكون عندي 4 زد سكوير تساوي لي 4. اذا زد سكوير راح يساوي لي 1, اذا الزد راح يساوي لي بلس ماينس 1. اذا راح يكون عندي حدود الزد مثل ما تلاحظون هنا, من زد يساوي لي سالب الى زد يساوي لي, من سالب 1 الى 1. بنفس الطريقه, بنفس الطريقه اذا اخذنا الدي في دي واي دي واي دي اي والدي اي دي اكس دي زد دي زد دي اكس او دي اكس دي زد, فحدود الواي موجوده عندي هي اصلا معطاه بالسؤال, ومن واي يساوي لي صفر الى واي يساوي لي المعادله مالتنا اللي هي 4 ماينس اكس سكوير ماينس 4 زد سكوير. بما انه الدي اي هي دي اكس دي زد دي اكس او دي اكس دي زد, اذا احتاج مسقط الشكل الثلاثي الابعاد بالاكس زد بلين. راح اخلي واي يساوي لي صفر, راح احصل على هاي المعادله اللي هي 4 ماينس اكس سكوير ماينس 4 زد سكوير. طبعا هاي المعادله اذا رتبناها مثل ما تلاحظون هنا, مثل ما تلاحظون هنا الاكس سكوير زائد 4 زد سكوير تساوي لي 4, واذا قسمت على 4 راح احصل على اكس تربيع على 4 زائد زد تربيع على 1 يساوي لي 1. من يقول لي هاي المعادله ايش تمثل؟ اكس تربيع على 4 زائد واي زد تربيع على 1 يساوي لي 1, ايش تمثل هاي المعادله؟ قطع مكافئ. قطع شنو؟ قطع شنو؟ قطع ناقص. قطع ناقص مو صحيح؟ نعم استاذ. قطع ناقص تذكرون؟ نعم تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع تساوي لي 1, المعادله قطع ناقص, والقطع الناقص هو بيضوي. زين فهذا البيضوي شلون ارسمه؟ مره اخذ اكس يساوي لي صفر يبقى عندي 4, يبقى اكس يساوي لي مثلا اذا اخذت اكس يساوي لي صفر يبقى عندي زد تربيع يساوي لي 1, اذا الزد راح يعطيني من ناقص 1 الى 1. اذا اخذت زد يساوي لي صفر راح يبقى عندي اكس تربيع يساوي لي 4 اللي اكس راح يساوي لي من ماينس 2 الى 2. وايضا يعني هذا راح التكمله هاي عليكم انتم, يعني واضحه اصبحت انه من اخذ دي واي الواي حدود الواي ما راح تختلف, بس عندنا حدود الزد وحدود الاكس. مره اخذ اذا اخذت دي واي دي زد دي اكس راح يكون عندي حدود الزد هي فانكشن اوف اكس, حدود الاكس تكون كونستانت, واذا اخذت دي اكس دي زد حدود الاكس راح تكون عندي فانكشن اوف زد, وحدود الزد راح تكون عندي كونستانت. اتوقع يعني نتوقف هنا.